احسن لاعب في المباراه اليوم هو فخر الدين بن يوسف. غالي احسن لاعب اليوم من الدرس في احسن مشكلة فخر الدين وحده صحيح واحد كان ديسيزيف مع جمعيتهم خدمه الجروب هي اللي وصلت ديما القدام ديما سقيف. كنت نجم تربح نادي فيقس اليوم اكثر من 2 بلاش صحيح هذا كل مقابل يعني ضيعوا في الفرص اليوم الحمد لله يعني وقت اللي نسجلوا سجلنا وسهلنا على روحنا نوعا ما المباراه. اخر سؤال سوا اخوي فقري نادي فيقس يلعب على البطوله؟ بيان سور كان اسم كما نادي فيقس ما يلعبش على البطوله يعني على الدنيا السنه الجماعه كبيره كل عام لازم تلعب على البطوله وكل عام لازم تكون مشكورك.